عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. التواصل مستمر، نتابع وإياكم في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط واندفاعة الشوط الخامس هنا المخصص للثنايا الأشواط المفتوحة. نتابع وإياكم في هذه اللحظات هنا هذا الاندفاع والانطلاق، نتابع هذه الانطلاقات الصباحية وجائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيكاب للفائز بالمركز الأول. نتابع هنا في هذه اللحظات اندفاعة سن الثنايا و مقدمة الشوط مباشرة، نتابع وإياكم هناك الكورة على المركز الأول وعلى مقدمة الشوط نشاهدها للشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان وبتضمير الصادق فضل الأمين هنا مع الكورة اللي في مقدمة الشوط منطلقة بهذا الأداء والاندفاع نشاهدها في المركز الأول. النقلة على المركز الثاني، نتابع المركز الثاني ومن تصلنا في هذه اللحظات بواسل لهجن الشحانية وبرفقة الذهبي، برفقة الذهبي من حقق أول الأشواط في هذا الصباح مع شعار هجن الشحانية وباندفاعة أيضا المقدمة. نتابع في هذه اللحظات يقدم لنا بواسل على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع من الجانب الأيمن في هذه اللحظات والوصول وشام لهجن العاصفة غياث الهلالي في المتابعة، نشاهد في هذه اللحظات اندفاعة وشام على المركز الثالث. المركز الرابع في هذه اللحظات نتابع هناك حكمة لهجن العاصفة غياث الهلالي في المتابعة هنا الثنتين الثالثة والرابعة، بينما النقلة على المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات هذه اللقطات الجميلة هنا من هذه القناة الرائعة، القناة الناقلة لهذه أيضا الرياضة هنا، ونشاهد في هذه اللحظات هنا اندفاعتها في مقدمة الشوط. نتابع هنا الانطلاق مع هذه الأسماء المنطلقة وبقيادة الكورة هنا في هذه اللحظات، نستكمل معكم النداء والمركز الخامس اللحظات لناخذ صاحبة المركز الخامس اللي وصلت بدورها من الجانب الأيمن، نتابعها في هذه اللحظات صوغة للشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان وبتضمير محمد بن غريب بن راشد الكتبي اللي على المركز الخامس. هذه النتيجة على الخمس المراكز الأولى، وهناك أيضا شعار هجن زعبيل مع الشكلة وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد هنا يصل في أيضا دائرة النداء مع هذا الانطلاق وهذه أيضا الانطلاقة، ونشاهد والعودة دائما وأبدا إلى المقدمة إلى الصدارة، ونتابع المقدمة هناك مع الكورة. الكورة على المركز الأول على المقدمة في هذه اللحظات بهذا الأداء والاندفاع نشاهدها مع المركز الأول مع الصدارة. الكورة، الكورة على المقدمة نشاهد هناك في هذه اللحظات المنطلقة للشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان وتضمير الصادق فضل الأمين من يتابعها في عملية التضمير. نتابع هنا الانطلاق في مقدمة الشوط بهذا الأداء وبحثا عن السويك، سويك أيضا اللاند كروزر البيك اب هنا في هذا الشوط، ونتابع ثاني المراكز بواسل، بواسل مع هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا بواسل مع المركز الثاني. شوف اللي تدخلت بدورها في هذه اللحظات اللي هي صوغة، صوغة غادمة في هذه اللحظات باندفاعتها للشيخ زايد بن سيف بن محمد أنهيان وبتضمير محمد بن غريب بن راشد بن مصبح الكتبي من يتابعها في عملية التضمير وتتسلل بدورها أيضا من الجانب الأيمن على المركز الثاني. يا السلام يا هذا الشوط. المركز الثالث نتابع وشام هجن العاصفة وأيضا قيادة غيات الهلالي، أو المركز الرابع. المركز الخامس نتابع هناك الشكلة لهجن زعبيل وبتضمير
بن راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. يا سلام يا هذا الشوط، يا هذه المنافسة المبكرة أيضا المنطلقة في هذه اللحظات، مع أيضا هذه الخمسة كيلومترات المتبقية من عمر هذا الشوط، نشاهد هذه الأسماء المندفعة والعودة إلى الكورة، سيدة الموقف بانطلاقتها واندفاعتها مع المركز الأول، منطلقة مقدمة عروضها الممتازة مع الصدارة مع التحدي والإثارة في مقدمة الشوط. الكورة على المركز الأول على الصدارة، مركزة على الأداء المتميز بهذا الاندفاع بشكلها على المقدمة، نشاهدها في هذه اللحظات للشيخ ذياب بن سيف بن محمد هيان، وبتضمير الصادق فضل الأمين من يتابعها ويرافقها في عملية التضمير هنا في هذه اللحظات. هذا الشعار اللي سجل نقاط في هذا المهرجان، نشاهده في هذه اللحظات يقدم لنا الكرة بأداء وتميز هنا في مقدمة الشوط. بينما النقلة على المركز الثاني، والمركز الثاني نتابع صوغه للشيخ زايد بن سيف بن محمد هيان، وتضمير محمد بن غريب بن راشد الكتبي على المركز الثاني في هذه اللحظات، واندفاعتها هنا في هذه اللحظات مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع هناك اللي هي بواسل على المركز الثالث، منطلقة بواسل بالشعار الأدعم باندفاعتها في مقدمة الشوط هنا، ومع المركز الثالث منطلقة في هذه اللحظات، نتابعها مع المركز الثالث بواسل لهجن الشحانية، وبرفقة الذهبي سالم بفران المري من يتابعها ويرافقها. المركز الرابع شوفوا اللي تسللت أيضا وقدمت حكمة، حكمة لهجن العاصفة وغياث الهلالي، غياث الهلالي يا سلام يا سلام مع اندفاعتها في المركز الرابع، منطلقة هنا ومقدمة عروضها الممتازة مع رابع المراكز. المركز الخامس اللي تشكل الخطر الأكبر اللي هي أيضا هجن زعبيل، يا سلام يا سلام بانطلاقتها في هذه اللحظات واندفاعتها هنا أيضا. هجن زعبيل من حصدت نقاط في هذا المهرجان، نشاهدها أيضا تقدم لنا هذه البطلة الشكلة على المركز الخامس، وبقيادة أحد فطاحلة التضمير راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقدمها لنا في هذا الشوط أيضا هنا في هذه اللحظات، مع بوابة الثلاثة كيلومترات المتبقية من عمر هذا الشوط، والكورة متمسكة بالصدارة، متمسكة في مقدمة الشوط بأدائها وانطلاقها مع المركز الأول مع الصدارة. نشاهد الكورة من تقدم لنا عروضها في مقدمة الشوط على المركز الأول على الصدارة، يا سلام يا سلام بهذا الأداء والانطلاق في المقدمة للشيخ ذياب بن سيف بن محمد هيان، وبتضمير الصادق فضل الأمين على المركز الأول على الصدارة على المقدمة بهذا الأداء المتميز. بدأت في هذه اللحظات بالاندفاع هنا، نشاهدها ونشاهد أدائها. المركز الثاني بواسل على ثاني المراكز، منطلقة في هذه اللحظات باندفاعتها بواسل على المركز الثاني لهجن الشحانية، والذهبي سالم بن فران من يتابعها ويرافقها هنا في هذه اللحظات مع المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث نتابع صوغة. المركز الرابع نتابع هناك أيضا اللي حكمة على المركز الرابع. المركز الخامس الشكلة لا تغيير مع الخمس المراكز الأولى، ولكن أرى الشعارات قادمة، أرى الشعارات واصلة هناك، نشاهدها في هذه اللحظات بهذا الوصول والقدوم. نتابع هذه الأسماء المنطلقة، نشاهد في هذه اللحظات الله على هذا الانطلاق، نتابع الأسماء، يا سلام يا سلام الله على هذا الأداء المتميز. ولكن نعود إلى المقدمة، إلى المقدمة والكيلوين المتبقية على السويك، على الجائزة، على السيارة، بالانتظار للفائز المركز الأول. نتابع هنا مقدمة الشوط، الكورة على المركز الأول على الصدارة، نتابع الكورة المنطلقة والمندفعة هنا للشيخ ذياب بن سيف بن محمد هيان، وتضمير الصادق فضل الأمين. بينما المركز الثاني
المركز الثاني بواسل لهجن الشحانية، والذهبي سالم بن فران المري من يتابعها. المركز الثالث تقدمت الشكلة، غيرت إلى المركز الثالث هجن زعبيل راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. المركز الرابع صوغة هناك في هذه اللحظات قادمة في انطلاقتها للشيخ زايد بن سيف بن محمد هيان وتضمير محمد بن غريب بن راشد الاكتبي. نتابع المركز الرابع والخامس هنا في هذه اللحظات، حكمة لهجن العاصفة غياث الهلالي، بينما أرى القدوم في هذه اللحظات اللي وصلت هنا مع النداء. في هذه اللحظات نشاهد مراسيل لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران المري، هناك وشام لأيضا هجن العاصفة، هناك اسم قادم يا سلام كفاح لهجن المرخية ومع منصور بن سعيد بن هدوب أيضا هنا في هذا الشوط. ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، شوفوا بواسل من بدأت تتسلل بدورها في هذه اللحظات لهجن الشحانية وبرفقة الذهبي والكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير يا سلام، كيلو الحزام الأخضر، كيلو الحزام يا سلام، مع هذا الأداء وإقبالنا على المنصة الرئيسية يا سلام بهذا الأداء بواسل على المركز الأول. شوف الشكلة قادمة، صوغة على المركز الثالث، انتابع هناك الكورة من الجانب الأيمن. الله يا هذا الشوط، الله يا هذا الأداء المتميز. نتابع في هذه اللحظات هذا الانطلاق والاندفاع، ولكن ايضا هنا بواسل الستمائة متر الاخيرة، بواسل على المركز الاول. الشكلة الكورة صوغة يا سلام، وحكمة تحاول قادمة على خامس المراكز، ولكن الامتار الاخيرة والكورة تعود مرة اخرى، تعود على الصدارة، الكورة تعود مرة، ولكن يالله يا سلام، شوفوا هنا صوغة، شوفوا صوغة اللي قادمة، ولكن الكورة هناك في هذه اللحظات، الكورة مع سيارة هذا الشوط نشاهدها في هذه اللحظات، ولكن صوغة تحاول الأمتار الخطيرة الكورة تهانينا قامت راس وانهت راس، تهانينا لمالك الكورة الشيخ ذياب بن سيف بن محمد النهيان، والتهنئة لمضمرها الصادق فضل الأمين. المركز الثاني صوغة للشيخ زايد بن سيف بن محمد النهيان وتضمير محمد بن غريب بن راشد الكتبي. المركز الثالث للشكلة لهجن زعبيل وتضمير راشد بن محمد بن مروشد. المركز الرابع مراسيل لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم. المركز الخامس حكمة لهجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي. يا سلام يا هذا الشوط، شهدنا وتابعنا المنافسة إلى خط النهاية، إلى التحدي والإثارة. شوفوا الكورة، شوفوا هذه البطلة اللي أيضا قامت وأنهت بأدائها وتميزها. هنا الكورة تحقق الناموس بتوقيت زمني 12 دقيقة 43 ثانية 21 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للشيخ ذياب بن سيف بن محمد النهيان، والتهنئة خاصة لمضمرها الصادق فضل الأمين على هذا الناموس. المركز الثاني صوغة توقيتها الزمني 12 دقيقة 43 ثانية 73 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للشيخ زايد بن سيف بن محمد النهيان، والتهنئة موصولة لمضمرها محمد بن غريب بن راشد بن مصبح الاكتبي. المركز الثالث وصلت هنا الشكلة، توقيتها الزمني 12 دقيقة 47 ثانية 83 جزء من الثانية. تهانينا الهجن زعبيل، والتهنية موصولة لراشد بن محمد بن سعيد بن مروشة. تهانينا والناموس للجميع. الشوط الخامس انقضى.